سؤالي الأخير أستاذ محمد العربي، هل صحيح أن حركة رشاد دعت بغناه أونغي ليفي ليكون بجنبها في المظاهرات التي تدعو إليها في 11 من جانفي المقبل في باريس؟ بغنى اونغليفي اللي دعاه واللي كان صديقه هو الجماعه الجنرالات ومن معهم في 98 وفي 99، خاصه في 98 لما كانت ضغوطات العالم ترى المجازر تحدث في الجزائر يريد العالم ان يفهم ماذا يحدث. جابوا غلوكسمان وبرنار اونري ليفي واعطوهم شهاده التبرئه، برؤوهم امام العالم وامام تلفزيونات فرنسا، وهما طبعا كما تعرف فرنسا هي الهم الاكبر. فكان برنار اونري ليفي وغلوكسمان خذوا الهدايا وخذوا الاموال، وانا اعي ما اقول، يعني انا في الغرب واعي ما اقول، خذوا اشياء ومشوا بها الى 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 فرنسا وبرئوا النظام. اما نحن لم نلتقي بهم يوما ولن نلتقي بهم ابدا، نحن نعتبر برنار اونري ليفي من صديق للجنرالات وصديق للعصابة الحاكمة، وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يكون له أي اتصال معنا مهما كان، ونحن لا يمكن لنا أن يكون لنا اتصال مع من شرع للإجرام وساند الإجرام ولا زال يساند الإجرام. برنار أوري ليفي صهيوني، علاقته بالعصابة الحاكمة في الجزائر وليس بالشرفاء من الجزائريين سواء كان داخل رشاد أو خارجها. أستاذ محمد عربي زيتوت، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. تحياتي لك.